اهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدي موقع ايميغو 24 الالكتروني. على امتداد دقائق هذا البورتري سنقربكم من الجوانب الخفيه لهذا المنبر الاعلامي باعتباره ابرز موقع متخصص في تناول قضايا مغاربه العالم. مولود اعلامي جديد تخطى مخاض الولاده بكل شجاعه، فهل ربح رهان الاقناع؟ سنتين لم تخلو من تحديات لمولود إعلامي وجد نفسه فجأة أمام واقع يحيطه شغف كبير لجالية وجدت ضالتها أخيرا في موقع مغربي متخصص في قضاياها. لن نعود لنحكي عن مخاض البداية أو إكراهتها، بل سنمضي قدما لنعيش مع جيل إعلامي تحصنا بمناعة الأيام الصعبة لنتوغل في صلب الحقيقة من دون تزييف. تأسيس ديال إيميغو 24 كان في 2014، جاء من بعد مجموعة ديال التجارب خضناها سواء لا في الجرائد الورقية أو لا في الإعلام الإلكتروني، ودزنا بمجموعة ديال التجارب منها اللي كانت فاشلة ومنها اللي لقينا فيها يعني صعوبات وإكراهات. من خلال مجموعة ديال التجارب اللي دوزناها قررنا أن احنا نستفدوا من دوك الأخطاء اللي دزنا منها قبل، ونجيب منبر جديد اللي غادي يكون موضوعي وغيهتم اكثر بمغاربه العالم والمشاكل ديالهم. إيميغو 24 كما كيعرفوا مجموعه ديال الاصدقاء ديالنا او بعض من المتابعين انه ما كينتمي حتى لشي جهه سياسيه او نقابيه. لن نخوض في الحديث عن موارد الموقع التي تكاد تكون شبه منعدمه دون معزل عن ضوابط العمل الاعلامي. فرغم قلة الإمكانيات المادية والتقنية، يحاول الموقع تقديم خدماته بأن يكون في قلب الحدث قريبا من هموم ومعاناة الجالية من خلال سياسة القرب التي نهجها منذ تأسيسه. بالنسبة لي أنه العائق المادي مشكل كنواجهوه، نتمنى ما يبقاش من هنا المستقبلا، نتمنى تعالج هذه الأمور في أقرب فرصة، بالرغم اننا عندنا وعود من مجموعه ديال الجهات انها غادي تعاوننا وغادي تمد لنا يد العون، لكن كتبقى وعود ما شفنا والو على ارض الواقع. فبغيت نستغل هذه المناسبه هذه باش نوجه نداء للزملائيين يفكروا كيفاش يستثمروا في الاعلام الالكتروني، لانه اليوم فرض راسه بقوه. اخصائيين كيعترفوا انه الماده الاعلاميه الالكترونيه اوسع انتشارا، يعني كتحقق الانتشار اكثر من التلفازه، اكثر من الاعلام الورقي، اكثر ربما حتى من الاذاعات. كما كتشوفوا هذا المكان هذا استقبلنا اكثر من سنتين وحنا كنشتغلوا بهذه الطريقه هذه. طبعا الحال ما عندناش البديل باش يعني نخدموا احسن من هذا. يحتضن الموقع عددا لا بأس به من العاملين لضمان سيرورة البث على مدار 24 ساعة، اعتمادا على إنتاجات وبرامج يسهر عليها طاقم شاب لا يتعدى متوسط أعماره 30 سنة. عملية التوضيب والميكساج تعتبر من بين أهم المهام لإنجاح ثلث من البرامج والإنتاجات التي يعتمد عليها الموقع ضمن شبكة بثه، في إطار تجانس تام بين الشقين التقني والصحفي وفق الإمكانيات التقنية المتوفرة. في إيميغو 24 كنعتمدوا على التغطية بالصوت والصورة بما يسمى الآن بالويب تي في. الويب تي في كيعتمد على مجموعة من الأجهزة والمعدات باش نقدروا حنا نواكبوا التكنولوجيا اللي كاينة. وحاليا حنا بدينا فقط بإمكانيات الذاتية ديالنا. كنتمنوا من الزملائيين ورجال الأعمال اللي كيتواجدوا هنا يمدوا لنا يد العون باش نقدروا نزيدوا للقدام ونقدروا نطوروا حتى الخدمة ديالنا. ركن آخر من مراحل الإعداد قسم الجرافيزم الذي يسهر على ضمان إطلالة فنية تليق بما يتم إعداده من روبورتاجات، أصبح ملزما اليوم على تحدي ضغوطات البرامج والإنتاجات الداخلية لمختلف المواضيع وعلى بذل مزيد من الجهد حتى يكون في مستوى تطلعات الجالية المغربية. غير بالنسبة لهذا الموقع الإلكتروني ديال إيميغو 24، هاد النتيجة اللي حققها في هاد العامين هادي كنظن بأن مسيرة جيدة، وكنتمنى له التوفيق
وان شاء الله بالمزيد بهذا الاهتمام اللي اهتم بالجهه. انا اهني الموقع الالكتروني MR24 الذي في مده قليله يعني جدا يعني بالنسبه يعني بالنجاحات الذي حققها في اهتماماته في الجاليه المغربيه في الخارج ككل، ونتمنى له الكثير من النجاح والتألق والاهتمامات الجارية المغربية ككل. بالموازاة مع ذلك، يواصل عدد من المراسلين في بعض العواصم الأوروبية تغطيتهم لأغلب الأحداث التي تهم الجالية المغربية في أفق انضمام مراسلين آخرين للموقع بغية تغطية أكبر قدر ممكن من القارة العجوز، ومن ثم الانفتاح على الجالية المغربية في مناطق أخرى حتى يصل صوتهم إلى أهل الحل والعقد. كنشتغل ديما الطاقم ديال MR24 بحيث أننا كنتناولوا مجموعة من القضايا، كنحاولوا أننا نديروا روبورتاجات، بورتريات، حوارات مع مجموعة من الوجوه المغربية هنا اللي كتشتغل في شتى المجالات، الفن، المسرح، الموسيقى، الثقافة. والحمد لله في ظرف وجيز يعني استطعنا بأننا نبانوا في الساحة ويكونوا عندنا قراء ومهتمين، وما كرهناش يكونوا عندنا مراسلين في مختلف بلدان الإقامة اللي فيها الجالية ديالنا المغربية، وبطبيعة الحال يكون منبر ديالهم الأول اللي غادي يكون مرجع لهم باش يلقوا ريوسهم فيه. ويأمل القائمين على الموقع أن يتمكنوا من إقناع الجالية المغربية بجودة البرامج التي يقدمونها، وبالتالي إيصال صوتهم للمسؤولين عن تدبير شؤون مغاربة العالم في غياب تام لقنوات القطب العمومي التي نادرا ما نسمع عنها شأنها، في ذلك شأن بعض المؤسسات التي أنشئت من أجل خدمة الجالية المغربية، غير أنها زاغت عن الأهداف التي أسست من أجلها وظلت بعيدة عن ملامسة الواقع المرير الذي تعانيه الجالية المغربية في بلاد المهجر. كيف ما كنعرفوا أنه القنوات الرسمية ديولنا ربما مهمشين شوية قضية ديال الهجرة، ما كيتناولوهاش ربما ولا ما كيعطيوهاش حقها اللي خص يتعطى ليه، فحنا كنحاولوا نوفروا لهم هذا المنبر اللي يكون ليهم، وفي نفس الوقت كنحاولوا نركزوا على التغطية الميدانية لمختلف الأنشطة ديال المغاربة، وتكون صحافة القرب، يعني احنا نكونوا قرابين من المشاكل ديال الجالية. بالنسبة للطموحات ديالنا المستقبلية، كنتمنوا اننا نوصلوا لجميع المهاجرين اللي كاينين في كل بقاع المعمور، وتكون عندنا واحد المتابعة اكثر من هادشي اللي وصلنا ليه اليوم، بالرغم ان عدد المتابعين اللي عندنا يستحسن، لكن طموحنا نوصلوا اكثر. وجدير بالذكر أن الموقع أصبح يستقطب العديد من المشاهدين الذين يحرصون على متابعة برامجه وما يبثه من ريبورتاجات، حيث تحظى البرامج الاجتماعية التي يعرضها بنسب عالية من المشاهدة. مجهودات جبارة تلك المبذولة من طرف القائمين على الموقع لإثبات الوجود في ظل صراع شرس وغير متكافئ بين مختلف المنابر الإعلامية التي لا ترى في قضايا مغاربة العالم إلا وسيلة لتحقيق مآرب خاصة بدل الاتفاق والتعاون فيما بينها لنقل معاناة الجالية لمن بيدهم سلطة القرار في إطار منبر إعلامي موحد يحتوي الجميع. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.